مشاهدينا الأعزاء، نتابع وإياكم جولتنا اليومية عبر مقالات الصحف المحلية والخليجية والعربية في برنامجكم طبعة المشاهد. نبدأ بالعناوين. القمة السعودية المصرية قوة تدفع للعمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة. البحث العلمي ضرورة ملحة لتنمية مواهب الدارسين وتقدير إمكاناتهم. المسؤولية الإعلامية في نشر مفاهيم التسامح والتآلف الاجتماعي. بداية من صحيفة الوطن، المملكة ومصر، الأمن والتنمية في لقاء القمة. كان هذا عنوان مقال صحيفة الوطن، حيث ذكر أن القمة السعودية المصرية في جدة اليوم تأتي في مرحلة تحتاج فيها الأمتان العربية والإسلامية إلى التلاحم والتكاتف للخروج من القضايا التي تزداد تأزما نتيجة ظروف وتطورات وانعكاسات للأوضاع أثرت سلبا وأدت إلى كثير من الكوارث في عدد من البلاد. ونظرا لما تمثله الدولتان من ثقل عربي وإسلامي، فإن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي سيبذلان كل الجهد من أجل تحديد ملامح ما يفترض السير عليه للتخلص من العقبات التي تعترض المشكلات العالقة في المنطقة، إضافة إلى ما يرتبط بالتعاون بين بلدين يوحدهما الانتماء والمصير. من صحيفة الجزيرة، تحدث الكاتب عبد الحفيظ الشمري عن تطوير أعمال الطوارئ قائلا: لا تزال الحاجة ماسة وملحة للمزيد من فرق الطوارئ وأعمال الإنقاذ والإسعاف والمساهمة في إدارة هذا العمل الميداني بشكل متطور ومتميز يتواكب مع ما تتجه إليه الكثير من المجتمعات التي تستشعر أهمية هذا العمل المهم في حياة الناس، لا سيما في اللحظات الحرجة والأوقات العصيبة كالحوادث والكوارث الطبيعية التي قد تقع في أي لحظة. فما يلاحظ على التجربة الإسعافية حينما تباشر المهام والحالات المفاجئة والطارئة، ابتداء من التعامل مع البلاغات ومن ثم مباشرة المهام على نحو الإسعاف والإخلاء، إلا أن ما يلاحظ في هذه التجربة أنها لا تزال تعاني الكثير من الاجتهادات والتجارب الشخصية والمغامرات أو الفزعة، وربما التعاطي غير المنظم بعد استلام هذه البلاغات، حيث تختلف حالات التلقي لهذه البلاغات من جهة إلى أخرى. من صحيفة البلاد، كتب عبد الناصر الكرت عن أهمية وزارة الرياضة والشباب قائلا: تظهر الإحصاءات العامة للسكان أن نسبة السعوديين في الفئة العمرية ما بين 24 و14 عام تصل إلى 60% من إجمالي عدد السكان، وهي نسبة عالية جدا تحتاج إلى مزيد من العناية والاهتمام من قبل الدولة بشكل مخطط ومدروس. ولذا نعتقد أن الوقت قد حان لتحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة للشباب والرياضة لتقوم بتلك المهام الكبيرة ولتنطلق في تحقيق أهدافها المنشودة في عملية التنشئة القومية أو القويمة للشباب على أساس من التعاليم الإسلامية السمحة، من خلال إعداد البرامج الخاصة لتحصين الشباب من مزالق الانحراف الفكري والأخلاقي والبعد عن التطرف، مع التوسع في النشاطات والارتقاء بمراتب البطولات والتفوق في جميع الميادين وتشجيع القطاع الأهلي للمشاركة الإيجابية. من صحيفة الشرق، كان حديث الكاتب إبراهيم الإبراهيم عن استثمار العقول، حيث قال: نشهد في عصرنا الحاضر ثورة معلوماتية هائلة واكتشافات واسعة هي نتاج البحث العلمي والابتعاد عن التقليدية في التفكير والتعليم، فقد أصبح البحث العلمي اليوم ضرورة ملحة للتطور والرقي في كل الأصعدة والمجالات. وعند البحث عن سبب رقي بعض الدول المتقدمة، نجد أنها تخصص قدرا كبيرا من ميزانية وجهودها أو جهود أفرادها للبحث العلمي في مختلف المجالات. من هذا المنطلق، أدعو الجامعات السعودية إلى التركيز على البحث العلمي وجعله إحدى وسائل التعلم والتقييم، متمنيا أن يزداد اهتمامنا بالبحث العلمي لنكون في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات في ظل الدعم اللامحدود.
من آخر الصحف المحلية صحيفة الرياض، الخطر الأسري الفادح في برنامج يوناو، كان هذا عنوان الكاتب أحمد الركبان، حيث قال: المشكلة التي يواجهها المجتمع السعودي أن غالبية الأبناء والبنات الصغار والمراهقين يمتلكون جوالات وأيبادات وأجهزة الحاسب الآلية المتنقلة، فأصبحت في متناول أيديهم بسهولة جدا من باب الترفيه والتباهي بين نظرائهم، فمن الصعب حرمانهم من هذا اللغط التقني، وتتزعم تلك البرامج الخطرة جدا على أسرار الأسرة وأخلاقياتهم وشرفهم، والتعدي على كل سر من أسرار الحياة اليومية والزوجات والأمهات والمدارس وغيرهم. برنامج يوناو المجانية التحميل فهو يشكل خطرا كبيرا على الأطفال، حيث يقوم البرنامج بالوصول إلى كاميرا الهاتف المحمول فور تسجيل الدخول إليه. وللتعليق على مقال صحيفة الرياض الخطر الأسري الفادح في برنامج يوناو، يسرنا عبر الهاتف أن نستضيف الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الركبان. مرحبا بك أستاذ أحمد. مساء الخير يا أهلا. مساء النور. كل يوم تظهر لنا التقنية برامج جديدة تسلب عقول الكبار والصغار، اليوم يظهر برنامج يوناو، ما هو هذا البرنامج وما مدى خطورته على الصغار؟ أولا اسمحي لي أن أشكرك وأشكر القناة الإخبارية العزيزة على قلبي والزملاء جميعا. بالنسبة لبرنامج يوناو، الحقيقة هو برنامج حديث يتم من خلاله اشتراك الطفل أو الطفلة عفويا لتحميل البرنامج عبر الآيباد أو الجوال، أي نوع من أنواع الجوال. طبعا هذا البرنامج المؤسف أنه يعني يسجل لايف، يعني يسجل الشخص اللي قدامك أو العائلة أو الأسرة أو أيا كان نوع التسجيل، بعدين يكون هناك مشتركين منضمين في هذا البرنامج، مجرد أنهم يطلعون على التسجيل مباشرة يتم تسجيل المقطع سواء كان دقيقتين أو ثلاث أو أربع، ثم يتم تسجيله عند الشخص المسجل الآخر المتابع للكاميرا أو للتسجيل هذا النوع، بعدين ينتشر في اليوتيوب بطريقة عفوية أو قد يتأذى منه الأسرة وبعض الأسر، وهذا مشكلة الآن ما بعد تفهموا الناس إشكالية هذا البرنامج. يجب على يعني جميع المختصين في مجال التقنية يعني يفهموا ويوعوا المجتمع خطورة هذا البرنامج يوناو. نعم. إذا ما هو دور الأسرة في متابعة ومراقبة أجهزة أطفالهم وما يحتوي عليه من برامج خطرة؟ المشكلة أنه كثير من الأسر مع الأسف الشديد هي ما تتابع أو ما تراقب الأجهزة التابعة للأطفال، حتى المراهقين والمراهقات مع الأسف أن يتم التفريط، قد تكون متابعة وقتية مثلا مدة معينة أيام معينة وكذا ثم يهملونهم. طبعا البرنامج يوناو ليس هو الوحيد الآن موجود، هناك برامج أخرى خطيرة جدا يعني، سواء كانت يعني من ناحية المشاهدة المباشرة من ناحية التسجيل، وهذه مع الأسف الشديد أنه يجب على جميع المدارس في المملكة، وأتمنى أنه وزارة التربية والتعليم بقيادة الأمير خالد الفيصل وأيضا وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري أن يعني يكون هناك توعية بالاتفاق مع تقنية الاتصالات ووزارة الاتصالات في توعية الناس وتوعية الجمهور وتوعية الآباء والأمهات من خلال الطلاب والطالبات عن هذه البرامج الخطرة جدا واللي مع الأسف الشديد ما يدركها أحد إلا بعد أن يقع في الفخ. إذا أستاذ، ما هي المسؤولية التي تقع على عاتق الجهات المسؤولة في حجم مثل هذه البرامج؟ والله شوف عمرك، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لها جهود جدا ممتازة، وأيضا وزارة الاتصالات والتقنية، يعني أنا أتمنى أنه هذه الجهتين يتعاونون يتضافرون، ليس فقط في الحجم غير كافي، الحجب والتوعية في الشوارع، التوعية في الصحف، التوعية في البرامج التلفزيونية، وأعتقد أن القناة الإخبارية أحد القنوات المشاهدة مع القنوات السعودية الأخرى، بالإضافة إلى قنوات أخرى قد تكون لها مشاهدة إذاعيا أو تلفزيونيا، أنه يوعى المجتمع، لأن المشكلة هذه برامج كل فترة نطلع برنامج جديد مع الأسف يقع فيه الإنسان وهو ما يدري، يعني ما يدري، ويدري عن طريق العفوية. فأتمنى أنه مثل هذه الوزارة ومثل مدينة الملك عبد العزيز للتقنية لا يكتفون فقط بالحج، ولكن يجب أن يكون هناك توعية كاملة ومستمرة في هذا الجانب. نعم. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الركبان، شكرا لك.
والآن مع أهم وأبرز ما جاء في الصحف الخليجية والعربية. ففي صحيفة عمان العمانية تحدث الكاتب علي المطاعني هؤلاء من يعكسون تنمية البلاد قائلا: يعد المراسل الصحفي العمود الفقري كما وصفته جريدة الواشنطن بوست لأي مؤسسة إعلامية تنتهج الاحترافية في العمل الإعلامية أو الإعلامي كمنهج، وتولي الاهتمام له من كافة الجوانب المهنية والمادية والمعنوية باعتباره رصيدا يمد وسيلته بالمواد الإعلامية التي تميزها عن غيرها. لذا نأمل أن تكلل كل الجهود الهادفة إلى النهوض بالإعلاميين والمراسلين على وجه التحديد بنجاح، وأن تأخذ الأمور على محمل الجد بتهيئة كل الظروف للمراسلين للعمل بشكل أكثر إيجابية يسهم في تطوير المادة الإعلامية وتجويدها. من صحيفة النهار الكويتية كان حديث الكاتب ناصر المطيري عن التآلف الاجتماعي، حيث قال: الأجواء من حولنا مشحونة بالتناحر والتراشق الديني والسياسي، وحالة الفرز الطائفية تتفشى بشكل متزايد في مرحلة ترتفع فيها الرايات السوداء لجماعات متشددة إرهابية تجز الرؤوس بسلاح الدين المشوه الزائف. كل هذا وغيره مما يجري من فتن بغيضة ومدمرة عادة ما تكون لها انعكاسات وتمددات إلى المجتمعات المحيطة لتنقل لها بعض العدوى. هناك مسؤولية مهمة لا يمكن تجاهلها يتحملها السياسيون والإعلاميون من أصحاب القلم، وهي النأي عن التأجيج والتهيج في التصريحات التي تثير النعرات الاجتماعية. فكثير من التصريحات السياسية اليوم نجدها تساهم في شحن المجتمع وفرزه، ولباس كل حدث أو حادثا لباسا سياسيا أو دينيا، فينعكس ذلك سلبا على التآلف الوطني. أخيرا من صحيفة الرأي الأردنية طرح الدكتور فهد الفاتك تساؤلا في عنوانه: السياحة أزمة أم فرصة؟ حيث قال أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور يقول أن أشد القطاعات تأثرا بالأزمات الإقليمية الراهنة هم النقل والسياحة. أما أن يتأثر النقل فهذا أمر طبيعي ومتوقع، على عكس من ذلك فالمفروض أن زعزعة الأمن الداخلي في عدة بلدان مجاورة تؤثر سلبا على السياحة الأجنبية التي تنظر إلى الشرق الأوسط كوحدة واحدة وتعتبره غير آمن في الظروف الراهنة، لكنها لا تؤثر على السياحة العربية وخاصة الخليجية، وهي الأهم من حيث العدد وحجم الإنفاق. فاهتمام الحكومة بموضوع السياحة يجب أن يترجم نفسه في الظروف الراهنة على أنه أمام فرصة لمضاعفة القادمين من دول الخليج العربي. ومن هنا فإن المبلغ البسيط المرصود للدعاية السياحية يجب أن يتركز على دول الخليج وأن يظهر في الفضائيات الواسعة الانتشار. وللتعليق على مقال صحيفة الرأي الأردنية للدكتور فهد الفاتك بعنوان السياحة أزمة أم فرصة، يسرنا أن ينضم معنا من عمان الكاتب الصحفي الأستاذ مجيد عصفون. مرحبا بك أستاذ. مرحبتين، يا هلا أستاذ. ما مدى تأثير الأحداث السياسية الخارجية على القطاع السياحي الأردني؟ بالتأكيد أثرت بشكل كبير. يعني حينما يتحدث الدكتور عن أن السياحة أزمة أم فرصة، بلا شك أنها أزمة. ليس فقط الأفواج السياحية القادمة من الدول الأجنبية هي التي تأثرت وأبطأت من قدومها إلى الأردن، لأنها تنظر إلى الأردن كجزء من إقليم مضطرب، لكن أيضا حتى السياحة الخليجية للأشقاء الخليجيين تأثرت، لأن هذه السياحة كانت أيضا تتعامل مع الأردن كجزء من الإقليم، بمعنى أن الأخوة الخليجيين كانوا يأتون للأردن لقضاء بعض الوقت، ثم يذهبون إلى سوريا برا، ومنه إلى لبنان أيضا برا، وكلها التنقل ما بينها يحتاج إلى ساعات بسيطة نظرا لقرب المسافات، وبالتالي كانوا يتمتعون بسياحة كاملة في كل قطر عربي بما فيه من ميزات. نعم أستاذ مجيد، ترتكز استراتيجيات السياحة الوطنية في الأردن إلى حد كبير على نمط سياحي واحد، هو السياحة التراثية أو الثقافية. لماذا لا يتم دعم الأنماط الأخرى كالسياحة العلاجية أو التعليمية وخلق أنماط سياحية أخرى مثل سياحة المؤتمرات؟ يا سيدتي، فعلا هذه وظيفة المخططين لقطاع السياحة، وظيفة وزارة السياحة. هناك
هيئة أو مجلس للسياحة مستقل يتمثل فيه القطاع العام والقطاع الخاص، أي أصحاب الفنادق وشركات السياحة والسفر وكل العاملين بمجال السياحة. نعم. هذه المسألة بالنسبة للأردن تعد من النواقص التي تحتاجها السياحة، بمعنى أنه لا يجوز الاعتماد دائما فقط على السياحة الطبية العلاجية، لأن الأردن مركز علاجي طبي مهم، وبالتالي يأتي المريض ومعه أسرته ويتحقق من هنا دخل كبير، ولا كذلك التعليم الذي أيضا يشكل الأردن مركزا تعليميا مهما بالنسبة لأعداد الطلاب الأجانب الذين يدرسون بالأردن. إذن برأيك أستاذ مجيد، هل يعد تعدد المرجعيات السياحية في الأردن واختلاط الصلاحيات فيما بينها مؤثرا على انخفاض السياحة الوطنية؟ أحيانا هذا كلام صحيح، لكن في الأردن المشكلة مشكلة تسويق، أن المجلس السياحة أو الهيئة الخاصة بالسياحة ما زالت غير قادرة على تسويق الأردن سياحيا، ولا زالت أيضا غير قادرة على التأثير على البنى والمنشآت السياحية داخل الأردن. نعم، إذا ما مدى أهمية خلق مؤسسات وطنية في مجال التسويق السياحي من شأنها دمج استراتيجيات السياحة الوطنية مع بعضها البعض؟ نعم، هذا مهم جدا، وهذا يعتمد أيضا على التخطيط العام للدولة، بمعنى أنها كيف تنظر إلى السياحة كمصدر دخل للبلد وإضافة إلى الدخل القومي. هذا مهم، لأن السياحة إذا تركت هكذا على شكل شركات خاصة تتحدث عن أفواج سياحية بسيطة وتحقق أرباح ذاتية، لا تعود مهمة على صعيد إضافة دخل قومي، ولا تردف الموازنة بشيء يذكر. أما إذا كان هناك جهة واستراتيجية معروفة وتأخذ بعين الاعتبار كل متطلبات السياحة وتوزع المهام على كل المناطق في الأردن، بمعنى كل منطقة بمناخها بطبيعتها الجغرافية بميزتها النسبية بماذا تحتاج، وبالتالي تلبى حاجاتها حتى يكون هناك استقطاب سياحي أفضل لكل أنواع السياحة. هناك سياحة الشباب، هناك سياحة العائلات، هناك سياحة السياحة العلاجية التعليمية وما إلى ذلك. هذه كلها لها متطلبات مختلفة يجب أن تراعى في كل بقعة من الأماكن التي تصلح لأن تكون مقاصد سياحية في الأردن. نعم، وضحت الفكرة الكاتب الصحفي الأستاذ مجيد عصفور، شكرا لك. ننتقل وإياكم الآن إلى أبرز ما جاء في الصحف النمساوية، ينقلها لنا من هناك مراسلنا نايف نوفل. اهتمت الصحف الناطقة بالألمانية هذا اليوم بنتائج أول انتخابات رئاسية تجري في تركيا من خلال الاقتراع الشعبي وفوز رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بنسبة 52% من أصوات الناخبين. صحيفة دي ستاندرد النمساوية أوردت تعليقا حول هذا الخبر، تناول أبعاد اكتساح أردوغان لأصوات الناخبين الأتراك على الرغم من قضايا الفساد التي طالت عددا من حلفائه. ففي تعليق لها جاء تحت عنوان أردوغان رجل تركيا الأقوى، قالت الصحيفة: كيف يمكن لأحد أن يتبوأ من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهة أعلى منصب في الدولة بعدما واجه كبرى قضايا الفساد وأثار الكثير من الجدل حيال استخدام القوة المفرطة في فض الاعتصامات والاحتجاجات العارمة التي شهدتها تركيا أواخر العام الماضي. هذا بالفعل ما استطاع رجب طيب أردوغان تحقيقه بعد 11 عاما من توليه زمام الأمور كرئيس للوزراء، واليوم وحتى السنوات الخمسة أو العشرة المقبلة كرئيس واسع النفوذ والصلاحيات لتصبح أطول فترة حكم خلال تاريخ الدولة التركية الحديثة. وتابعت الصحيفة القول: ليس هنالك من بديل آخر لأردوغان في الأفق، وعلى هذا ستضطر كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فتح قنوات جديدة للتعامل مع القيادة التركية الجديدة.
إلى صحيفة ديبريس التي تناقلت تطورات الوضع الأمني شمال العراق، ففي خبر أوردته بعنوان العراق يتهم مسلحي الدولة الإسلامية بارتكاب جرائم بحق اليزيديين. قالت الصحيفة تواصل الطائرات الأمريكية غاراتها على أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية الذي أثبت للعالم بأنه أكثر خطرا وتطرفا من تنظيم القاعدة بحد ذاته. ففي حين استعادت قوات البشمركة السيطرة على بلدتين قريبتين من محافظة أربيل. وتابعت الصحيفة خبرها بتعليق حول القوة الغير متوقعة لتنظيم الدولة، حيث قالت لم يكن ظهور جماعات متطرفة بهذا الشكل غريبا أو غير متوقع في بيئة كالعراق، حيث كان للنفوذ الشيعي الإيراني ومن خلال ممارسة أنواع الاضطهاد الطائفي والعرقي دور في ولادة ردود أفعال متطرفة، أو في سوريا حيث فقد المدنيون الثقة بالقوى العظمى مع عدم تنفيذ وعودهم لردع جرائم النظام السوري المستبد، إلا أن القوة التي يحظى بها تنظيم الدولة لم يكن في الحسبان. ولا شك بأن مشاركة الولايات المتحدة في العمليات العسكرية ضد التنظيم ستتوسع أكثر مما تبدو عليه حتى الآن، ولن تكتفي بإضعاف نفوذ التنظيم فقط. ننتقل إلى صحيفة كرونة وخبر بعنوان القوات الأوكرانية تحاصر آخر معاقل الانفصاليين. الصحيفة حذرت في خبرها من تدخل القوات الروسية وإمكانية امتداد المواجهة لتشمل روسيا، خاصة ومع ورود أنباء عن دخول سيارات ومركبات عسكرية روسية إلى الأراضي الأوكرانية تحت غطاء تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لمدينة دونيتسك آخر معاقل الانفصاليين والتي تحاصرها القوات العراقية. الصحيفة ذكرت أيضا تحذيرات كل من المستشارة الألمانية والرئيس الأمريكي لموسكو في حال تدخلها بذريعة منع حدوث كارثة إنسانية، خاصة ومع رفض كييف لهدنة تقدم بها قائد الانفصاليين في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، حيث قال كل من الزعيمين الأمريكي والألمانية وفق الصحيفة أن أي تدخل روسي إلى المنطقة سيؤدي إلى عواقب وخيمة. آخر أخبارنا من صحيفة كرونة والخبر بعنوان القمر العملاق يسطع على العالم. الخبر نقل مشاهدة الملايين من سكان العالم بزوغ القمر بأكمله وفي أقرب نقطة على الأرض، مشيرا إلى أنها ظاهرة تحدث مرة كل عام حينما يصادف ظهور البدر مع موعد اقتراب القمر إلى الأرض بمسافة 360 ألف كيلومتر. وقالت الصحيفة أن آلاف من النمساويين توجهوا عند الغروب مع عائلتهم إلى سفوح الجبال لمشاهدة القمر العملاق الذي بلغ أوجه عند الساعة 8:07، حيث كانت هذه الظاهرة محط ارتقاب الملايين في أوروبا والعالم ككل. هذه كانت باقة عن أبرز عناوين الصحف الصادرة لهذا اليوم، وبالعودة إلى الاستوديوهات في الرياض. ننتقل وإياكم إلى صور الكاريكاتير. مشاهدينا، كانت هذه ختام فقرات طبعة المشاهد لهذا اليوم، نلقاكم غدا في نفس الموعد. شكرا لطيب المتابعة، شكرا فريق العمل، شكرا مخرجتنا دينا بلجون، في أمان الله.